حقيقة طعم التوابل وخاصة الليمون عطاه واحد الطعم رائع رائع. كيما تشوفوا معايا راهو ذايب خلاص، شوفوا كيف حتى العظم نحاها ها مبعد على العظم، راهو ذايب خلاص. شوفوا مع اني خليته برد شوي بصح شوفوا ذايب خلاص. انا خليته هو طاب 3 سوايع، انا خليته اكثر من 3 سوايع، حبيت يكون ذايب خلاص. هاني شو نوريكم فيه كيفاه ذايب، شفتوا يعني الرائحة والطعم ما نقولكمش. جربوا طريقتي وان شاء الله ما راحش تندموا، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوليش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. بعد ما شربت مليح اللحم تاعي بالتوابل راح نغلق عليه ببابي سيلوفان ونعاود نغلق عليه بالغلاق تاع الكاسرول هذه ونخليه يبات في الفريجيدير، ومن غدوه ان شاء الله نوريكم كيفاه الخطوه الاخيره قبل ما نفوروه نحطوه في الكسكاس وش نديرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، حبيت ندير معاكم اليوم لحم مفور وحبيت نشارككم طريقتي. شوفوا معايا المكونات، أنا عندي هنا اللحم طرف اللحم، ونحتاج للثوم، أنا ربيت 4 حبات ثوم كبار، يعني حسب الكمية المقادير حسب كمية اللحم اللي راح تفوريها. نحتاج هنا طماطم مصبره، شوي هريسه، شوي فلفل حار المرقد اللي درته معايا، المخلل اللي درته معايا من قبل بوفشوخ كما يقولوا ناس اخرين. انا درت الهريسه والفلفل كميه قليله لانه ولادي ما ياكلوش الحار، اولادي ما ياكلوش الحار.
نحتاج الماء تاع حبة بصل بعد ما نكون رحيتها، نحتاج الماء فقط، نحتاج دبشة اللي هي كزبر، ونحتاج المعدنوس، انا كنت محتفظة بيهم في الكونجيلاتور. نحتاج القارص، عصير القارص، انا ما عنديش القارص كمية كبيرة، راح ندير شريحة من هذه كانت عندي في الكونجيلاتور. نحتاج الكليل الجبل، نحتاج الورق ترند، نحتاج الكركم، للفلفل الاكحل، للكمون، للكزبر، للزعتر، للزنجبيل، للفلفل الاحمر، الفلفل العكري. نحتاج كمية قليلة من الزيت. هي طريقتي هذه، انا كاين الناس اللي يديروا كمية قليلة بالماء باش يتحصلوا على المكونات خليط كريمي، انا في مكان الماء راح ندير الماء تاع البصل. اول خطوه راح نعملها، راح نثقب اللحم نتاعي، نحاول ندير فيه نثقبه باه تدخل المكونات لتصل كل اللحم، ومن بعد راح نخلط المكونات كامل. نضيف كميه الزيت تاعي، نضيف الماء تاع البصل، نضيف شريحة الليمون، نضيف الكزبر والمعدنوس. اللحم يحتاج للتوابل بكمية كبيرة، لحم المفور، نضيف الطماطم والهريسة والفلفل. نضيف التوابل اللي ذكرتها، زنجبيل وكمون وكزبر وكركم وفلفل عكري وفلفل احمر وورقة رند وزعتر وكليل الجبل. راح نخلط المكونات كامل مع بعضهم. الأفضل أنك تستعملي عصير الليمون، عصير القارص بدل الشريحة، أنا ما عنديش، استعملت الشريحة. وأيضا إذا عندك الموتارد اللي نستخدمه في السلطة اللي هو اللفت، ضيفي نصف مغرف أكل، أنا ما عنديش اليوم ما درتش. وممكن إذا ما عندكش الليمون تحطي مغرفة تاع اكل من الخل، اي نوع من الخل، راح يسهل طياب تاع اللحم، وفي نفس الوقت راح يعوض القارص. راح ندهن اللحم تاعي كامل، ونحاول ندخل له التوابل، الخلطه اللي درتها، ومن بعد راح نخليه نغطيه بابي سيلوفان ونخليه في هذه التوابل حتى ياخذ من حتى ياخذ منها الطعم. وممكن تخليه ساعه، ممكن تخليه ساعات، وممكن اذا مش مزروبة تخليه يبات، انا راح نخليه يبات وراح تشوفوا معايا كيف هنا نديرو. هنا راني كملتهم ونسيت الملح طبعا، وراح نضيفه.
كاين ملاحظة هامة، انه ممكن تحطي الكليل تاعك والزعتر في كومبريس وتخليهم يترقدوا مع اللحم باه يطلقوا الطعم تاعهم، وفي نفس الوقت ما يظهروش مع اللحم، يعني سيرتو كي يكون عندك ضيف. هنا بعد ما بات اللحم تاعي في التوابل ودات التتبيله تاعهم، راح نديره في بابي سيلوفان وبعد في بابي الومنيوم ونفوره. من قبل حتى من ما يطيب الحقيقة ريحة التوابل روعة. نحتاج بابي الومنيوم ونحتاج بابي سيلوفان، ونحتاج ممكن تبدلي بابي سيلوفان بابي كويسون، يعني اختياري، ممكن تستعملي بابي كويسون او بابي سيلوفان. وراح نبدا نلف اللحم تاعي. هنا راح نرولي اللحم تاعي في بابي سيلوفان، ترولي اللحم تاعك خطرتين في بابي سيلوفان، وتحاولي ديما تخرجي الهواء قبل ما تقفلي الجهة الاخرى. هنا راح نعاود نروليهم في بابي الومنيوم. وعليه درتو في بابي سيلوفان ولا نديروه في بابي كويسو؟ باهي حافظ على العصارة تاعو ما تهبطش في الكسكاس، يعني يقعد محافظ عليها من بعد ما يطيب نلقاها. انا جربت لكم بابي سيلوفان، وراح نجرب لكم بابي كويسون. راح نكمل انا وحدي نروليهم ومن بعد نرجع لكم. هنا راني كملتهم في الوقت اللي كنت نخدم فيهم، كنت حطيت الماء تاعي يسخن في البرمه، وراح نحط عليها الكسكاس ونخليها من 3 إلى 4 سوايع الى 5 حسب اللحم تاعك. اذا كان خروف صغير تقدري من 3 سوايع يذوب معاك لربعة، وإذا كان صحيح ولا شارف كيما نقوله ولا حاجة يوصل معاك ل6 سوايع. أنا اللحم تاعي راه صغير، خروف صغير، بالتالي راح نحطه 3 إلى 4 سوايع، من 3 إلى 4. هنا راهو اللحم تاعي وجد طاب وذيب خلاص، وشوفوا كيفاه
بقى محافظ على العصارة تاعو. لاصوص هذيك ما هبطتش في الكسكاس، قعدت هنا في البابي سيلوفان. وهنا اختي التقديم اختياري، كل واحد وذوقه، كل واحد وطريقه تقديمه. ممكن تقدميه بلاصوص تاعو مباشره كيما هكا، وممكن تخليه في بابي سيلوفان او بابي كويسون باش يبقى سخون، سيرتو كي يكونوا عندك ضياف، وتخدمي له سوكوبات صغار كيما هكا بابي الومنيوم باش تبقى العصارة تاعو كي تنزل تهبط بابي سيلوفان بابي الومنيوم وبابي سيلوفان وبابي كويسون. طبعا يحافظوا على السخانة، سيرتو كي يكونوا عندك ضياف وتقدمي طابلة تاعك يبقوا سخونين.